واش رايك في هذا الحفل تاع اليوم؟ بون الحفل جاز مليح، فرحنا شويه، شطحنا، سيتي بيان باسي، وتلاقينا كاع شغل سي لوكازيون باش تلاقينا كاع بحبابنا وصحابنا، وتحيه خاصه لصحابي وميزامي وناس فيلادلفيا، وتحياتنا مديه علي رواد. وعندنا شاب من المغرب الشقيق. تبارك الله عليه، قادر جبوني زعما مسكنا ديال مزيان، شحال بقينا جينا بحال الايفنت هذا. والله يعطي الصحة ويعطيكم الصحة، ومعكم ياسين من مدينة اسفي، سلطان صاحبي عشيري، جلال بن كازا، نجيب بن الدزاير، الله يعطيكم الصحة. التنظيم تبارك الله عليكم، الايفنت تبارك الله كان توب فايف، تبارك الله عليكم. يتحطى ويعطي الصحة كما فرحنا الله يفرحوا، وإن شاء الله كل خطرة نديروا هذا يعني هذه الحفلة هذه بوغ تو الموند، لي ماروكان لي الجيريان يعني علينا كامل باش نفرحوا كما قال، وإن شاء الله واش نقولوا تبارك الله فيك. يعطيكم الصحة، سهرة بزاف شابة طوب، فكرتونا في يامات البلاد، وإن شاء الله تعاودوها لنا أون أوتر فوا، يعطيكم الصحة. It was good, very enjoyable, a lot of people. It was very nice. You had a lot of fun? Yeah, l'ambiance. You want to do it again? Yeah, really? With more people. Okay, good, good, yeah, thank and more you. Songs. Abak si pas toujours une claque avec nos habibs. Na kendi jo hna safi balak plus de deux ans huit ans mashoum. Kendi nas na tawashin ton mashoum. Si l'occasion hna tlaqin na qistana beaucoup plus. Kader an nhadro lo balak fil blad nhadro lo f'Amerika. Hia sebab shon hna njamgou. Abak parce que l'gorba hadiya tkhli l'bnadem shoul mashi kalbo ymout. عباك دوكا كلش راهو يجوز فيا فيسبوك وفايبر ومنا، دوكا سي لوكازيون جامي باش نتلاقاو ونحبوا في بعضنا. هذا ما كان بارك الله فيك، ونقول لك 1 2 3 فيفا لاجيري وتحيه الجزائر، تحياتنا. مساء الخير كادر، شرفنا بحضورك هنا في الولايات المتحدة، وش رايك في جمهور الجزائري اليوم معك؟ بون داير يعطيهم الصحة، وأول حاجة اللي حبيت نقولها حبيت نشكر سهيلة المنظمة تاع الحفلة هذه اللي خلتنا درت كانت حلقة وصل بيننا وبين الجمهور هذا اللي هو بعيد علينا، فريمون بعيد علينا، ونشكركم بزاف بزاف، نشكر كاع الجمهور اللي حضر اليوم، فريمون فرحت بزاف كي شفت التفاعل تاع الجمهور معايا، ورانا توجور هنايا ونتوني دائما كل ما تكون حفلات عند الجاليه نكونوا دائما موجودين، ونشكر ثاني ستار نيوز اللي راهم يتبعوا في ويكونوا رعاة الحفلات تاعي. درت مشروع الحلم، اسكو الولايات المتحده من احلامك؟ والحلم الحلم هو يقول لك 50% من الواقعيه، دوك ما دام تحلم راك عايش الواقع. احنا بربي ان شاء الله راح يكون اول اغنيه من البوم الحلم اللي راح تكون مصوره هنا في الولايات المتحده هنا في نيويورك، وان شاء الله اغنيه غبتي عليا راح تكون هي اول اغنيه، وبالتالي احنا نكونوا دخلنا الولايات المتحده في هذا الحلم. نشكرك، سيتي ان بليزير وان اونور نخدم معك. الله يسلمك، وان شاء الله هذه البدايه. ان شاء الله ان شاء الله، ميرسي بوكو، ربي يخليكم ويعطيكم الصحه. ستار نيوز، دابا حبيت نشكر الجزائر ايفنت كي كونتينيو ا بروموفوار لا كولتور الجيريان دون تو سا ديفيرسيتي، يعني درت
توب جوب كما يقولوا هنا في الامريكان يعني اروع لورغانيزاسيون اروع الامسي وشاب قادر فرحنا كثير pour nous montrer يعني cet aspect de la culture algérienne فرحنا وان شاء الله la relève est là pour continuer يعني de promouvoir la culture algérienne في امريكا dans toute sa diversité راي قبيلي اندلس شعبي احنا محتاجين باش نحسوا باللي رانا في الجزائر ولو في الغربة وهذا هذا الوقت يعني قد يقربنا الجزائر يقربنا لبلادنا و 1 2 3 بفالاجيري و let's go on انا ce qui m'a fait plaisir le plus c'est le fait كاين الجاليه المغربيه والجاليه الجزائريه والكل تلاقينا في مكان واحد سمعنا الموسيقى وضحكنا ولعبنا ورقصنا وهذه الحاجه اللي تهم باش نبنوا مغرب كبير او المغرب في اخوه ومحبه ما فيش اختلافات يعني ما كاش اختلاف ما بين الاخوه المغاربه ونحن اهل لهم وهم اهل لنا شكرا والسلام عليكم